اليوم الاستجواب اللي عم بيصير هو مقدمة لتروح القاضية الفرنسية على بلدها وتدعي على رياض سلامة بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، هو وشقيقه رجا سلامة ومعاونته مريان الحويك. ليش صار هيك؟ لأنه بالبلدان الأوروبية بكل التحقيقات المفتوحة بأكثر من 7 بلدان أوروبية تبين أنه رياض سلامة محول مصاري من مصرف لبنان لشركة خيو رجا سلامة، وتم تبييض أموال بالحسابات بالخارج المفتوحة لشركة رجا عبر شراء عقارات أو عبر تحويلها إلى حسابات شركات تانية كمان بيملكها يا رجا يا رياض سلامة. هيدا الشيء كيف بيأثر بلبنان؟ هيدا الشيء أكيد بيأثر على صورة رياض سلامة كحاكم مصرف مركزي، لأنه مجرد الادعاء عليه بأي بلد أوروبي حيأثر على كل التعاملات هيدا البلدين مع المصرف المركزي، وحيأثر على تعاملات مصارف المراسلة مع مصرف المصارف هون اللي هي سهلت لرياض سلامة عملية تبييض الأموال وكانت شريكة بهذا الموضوع. أما محليا فالقاضي شربل أبو سمرة بعده ما بلش التحقيق، لأنه القاضية الفرنسية قررت تجي ب15 الشهر الموعد اللي هو كان محدده لاستجواب رياض سلامة، وبالتالي تم تأجيل هذا الموعد لأسبوع الجاي. ولكن التخوف هون أنه نضل نأجل بالاستجوابات تبعون رياض سلامة وشركائه وبنتيجة التحقيق إلى حين خروج رياض سلامة من منصبه كحاكم مصرف مركزي بتموز المقبل، وبالتالي عدم محاسبته على كل الموبقات اللي ارتكبها خلال 30 سنة. ولكن اللي رح يصير اليوم أنه إذا ادعت القاضية الفرنسية بفرنسا رح تضغط بالطبع على لبنان، ورح يكون مضطر القاضي أبو سمرة ياخد بعين الاعتبار نتائج التحقيقات اللي أثبتت تبييض الأموال برا على رياض سلامة، واللي ما معقول ما تكون مبلشة من لبنان، لأنه رياض سلامة بكل بساطة استعمل أموال الناس العامة لا مقارب خاصة ولا مصالح خاصة ولا إثراء لأفراد من عائلته وأفراد مقربين منه وشركائه. بما أنه اللبناني ما قبل إلا يربط حاله بالمشهدية الفوضوية العالمية اللي متجلية بالانقسام الدولي الحاصل، هون بيتوقع أنه بأي اتفاق بين الدول الإقليمية أو الدول العالمية سيرتد بالإيجاب على بعض القضايا الأساسية عنده. من هون توقع اللبناني بأنه الاتفاق اللي حصل بين الإيراني والسعودي ببكين من ناحية تفعيل العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات بين بعض، توقع انه يصير في تسريع بالملف الاساسي المنتظر هو ملف الشغور الرئاسي، وكما وانه توقع بانه هاد الدولتين الاقليميتين المؤثرتين في لبنان انه يتفقوا على اسم للرئاسة الجمهورية ويعملوا اعاز الى افريقائهم بالداخل لنروح ننتخب هذا الرئيس. ولكن اللي بيسمع امبارح تصريح وزير الخارجية السعودي الفرحان بيحاول انه القضايا والمشاكل التي يمر بها لبنان هي سببها خلافات داخلية أو لبنانية وليست مرتبطة بالصراع السعودي الإيراني، يعرف كثير منيح أنه هذا التصريح أعاد خلط الأوراق من جديد، لا سيما أنه أنا دائما كنت أقول بمقابلاتي بأنه هناك تقاطع بالمصالح ما بين الداخل اللبناني والخارج الإقليمي والدولي. الداخل اللبناني يريد بعض الأفرقاء منه اللي شاركوا بالفساد وبالهدر انه نزيح شيء اسمه التدقيق الجنائي، نعفي عما مضى بالناحية الهدر والسرقات والحسابات المحولة الى الخارج كي نعيد انتخاب رئيس جمهورية ونرجع الى جمهورية جديدة مثل ما حصلنا او مثل ما صار معنا بما بعد الحرب الاهلية، لانه هيك هذا التصريح قد يعيد الازمة الى الداخل اللبناني، وقد لا نشهد بالقريب العاجل أي مسار لانتخاب رئيس جمهورية ولا حلحلة على بعض القضايا المنتظرة. ما حدث في مباراة العهد والأنصار الأخيرة هو ليس من خارج السياق الطبيعي اللبناني والسياق السياسي والاجتماعي، هذا كان يحصل دائما أو غالبا في مباريات كرة القدم وأيضا في مباريات كرة السلة. هناك مباريات كثيرة حصلت فيها إشكالات على هذا المستوى بين الرياضي وبين الحكمي، وغير مباراة في كرة السلة أيضا بين الأنصار وبين النجمي أيضا. تحويل الموضوع إلى موضوع طائفي وإلى موضوع مذهبي على المستوى السياسي هو
في غير محله، هو يهدف إلى يعني أو له أهداف سياسية حقيقة. ومع أن هناك كان يعني هتافات طائفية في المدرجات، وكان هذا يحصل عادة في السنوات الماضية، فاليوم حملة السوشيال ميديا حقيقة على العهد أو على الأنصار أو على يعني من خلفية طائفية هي يعني حملة مشبوهة، يعني تعميم الفوضى أو تعميم نمط معين على طائفة معينة أو على مجموعة طائفية معينة يحمل في طياته الكثير من السياسة ومن الأحقاد ومن التشفي حقيقة. سلوك الجماهير اللبنانية ليست جديدة، وهي تحتاج إلى نقاش على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاجتماعي، وهذا موجود عند كل الفئات اللبنانية. ومن يراجع التاريخ القريب يجد أن هذا الموضوع موجود، ولكن النسب تتفاوت والمناسبات أيضا هي تفرض نفسها، والترتيب في الدوري وفي قمة الدوري عن وسطه أيضا تفرض سياقات ونقاشات مختلفة. مرحبا، موضوعنا اليوم هو عن لجنة المصالحة والحقيقة. هل كل مرة منذكر فيها كل ما نوقع بحوادث أليمة بلبنان، مثل اللي حصل بأحد الملاعب الرياضية من كم يوم، وشفنا نتائجه والاستفراغ على السوشيال ميديا ولغة الحقد والتخلف والطائفية يلي بدائية يعني منا مقرفة للحقيقة. بقى منذكر بهذه اللجنة اللي عملتها جنوب أفريقيا بال95، ولأنه عملتها بشكل صحيح قدرت تبني بلد، قدرت تبني مؤسسات، قدرت تكمل للمستقبل من دون عثرات ومن دون تعثرات ومن دون تكرار الحوادث اللي صارت سابقا. نحن بلبنان للأسف ربينا جيل على كل شيء بنحطه تحت السجادة، وتعو بيتصالحوا القيادات الكبيرة، يعني بيقعد سمير جعجع ووليد جملاط بقرقوا على 15,000 قتيل وشي 200,000 مهجر من الجبل، وانه خلص صارت المصالحة، او بيطلع البطرك بزور الضياع انه يابا صارت المصالحة، بالوقت انه وقت نقول مصالحة وحقيقة TRC Truth and Reconciliation Commission منكون عم نقول منا نفتح الصفحات، منا نخبر الناس القتل على الهوية كيف صار، منا نخبر الناس كيف هاي الميليشيات عندها مقابر جماعية، منا نخبر الناس حقيقة شو ارتكبوا أمراء الحرب. نحن مدعوين حاليا أنه نفتح هيدي الصفحة لنقي الذاكرة الجماعية، حاج نكرر أخطائنا كل مرة، حاج كل مرة منكرر ذاتنا وقرفنا وتخلفنا، لأنه هيدول أمراء الحرب مستلميننا، هن تحت الطاولة متفقين مع بعضهم، هن ما عندهم أي مصلحة يبنوا دولة. نحن لازم نفتح هيدي الصفحة لنقدر نعزلهم، ما قادرين نحبسهم بس فينا نعزلهم عن الشأن العام، لنقدر عن جد من هون ورايح ننطلق نحو بناء دولة ووطن ومؤسسات يليق بالعصر اللي نحن عايشين فيه. نحن كأهالي مقاربتنا لموضوع حقوق الأساتذة هي على أسس علمية وعلى أسس قانونية، وليست عن طريق العشوائية باتخاذ أي قرار. نحن بنعتبر أنه نحن كأهالي دفعنا أقساط بطريقة كانت جداً عشوائية تم اتباعها من قبل المدارس، دفعنا دولار ودفعنا لبناني. بعتقد هلأ على الأساتذة أنه هن يراجعوا إدارات مدارسهم ليشوفوا هيدي الأموال اللي اتخذت من الأهل هل هي وصلت لهم أو ما وصلت لهم. نحن دفعنا دولار لتستمر المدارس ولنحافظ على مدارسنا ولنحافظ على أساتذتنا. عشان هيك نحن بنعتبر هلأ أي إضراب من المدارس اللي هي استوفت أقساط بالدولار، يمكن في مدارس ما استوفت أقساط أساتذة بحق لهم يمكن في مكان ما أنه هن يعترضوا، ولكن المدارس اللي هي استوفت أقساط بالدولار مش مسموح أنه ياخدوا أولادنا رهائن، ومش مسموح أنه هن يستمروا بأي إضراب، إذا حفاظاً لماء الوجه أنه هن عم يشاركوا بعمل نقابي لنهار واحد أكيد ما حنحكي، ولكن
نحن ما حنقبل يستمر هيدا الإضراب. وطبعا هون رح نرجع للأمور القانونية، إنه التدقيق المالي هو اللي بحدد قيمة الدفع، فلتتحول كل موازنات المدارس المدرسية على التدقيق المالي، وخلينا نشوف مين متعسر وما عم يعطي الأساتذة، وخلينا نعرف كل شيء عم بيصير داخل إدارات هيدي المدارس، وإلا رح نلجأ للي صار سابقا. وبعتقد الكل بيعرف عواقبه، إنه الأهالي اللي دفعت دولار بالمدارس والمدارس ما عم توصل للأساتذة وبدها تضرب، كمان نحن كأهل بحق لنا نتصرف ونقول نحن مش دافعين، لا يظهر الحق من الباطل. غريب أمر اللبناني، يعني بعز الأزمة وعز المشاكل أنا هاوي فوت على جروبات الواتساب بحكم المهنة، بحكم الاهتمام، الهواية، وهذا أسهل طريقة للتواصل بين بعضنا ونخفف روحات ومجيات. طيب بتلاقي جروب مثلا الصبحيات والورود وصباح الخير ومساء الخير ويا غوالي، جروب تاني منشوفه للصلاة، حلوة الصلاة، نصلي أكيد أحلى الصلاة والإيمان لما بيكون بالفعل بس كمان ليش لا جروب للصلاة، جروب للستات يعني ضعفانة ونصحانة ويخرب ذوقك ومعرفتك، جروب الرجال أكيد يعني للفوق 18 يعني كله من الزنار وبالنازل. طيب إذا يعني بشي دولة عاشرة مش تالتة عم بقول وصارت عاصفة، نعمل هيئة لإدارة العاصفة مثلا، نعمل هيئة لإدارة مشكلة معينة. طب نحن بلد صرنا أكثر من سنتين أزمة اقتصادية، زلازل، انفجارات، شو بعد فيه يعني؟ طيب قال سمعنا أنه هيئة إدارة الكوارث بعدها مشروع قانون وبعدها بالمجلس النيابي وعم بيدرسوها يعني، وبدها بعد وقت وما تشكلت وبعدها لجنة وما بعرف شو. بارح فاجأني هيك مجلس الوزراء قال بيطلع قرار أنه تمويل شركة التنظيفات بوزارة التربية 400 ألف دولار أو شيء. طب نحن بشو بالنا يعني؟ طب فينا نعرف يعني فينا نعرف مركزيا فشلنا عظيم. طيب شو رأيكم إذا هيك نروح مناطقيا ونبلش نطبق اللامركزية، ويا خي على الواتساب وجروب بسيط ونعمل غرفة عمليات ونجمع كل هالمعنيين بهالقضاء وتبلش هالجروب يشتغل مثل غرفة العمليات، وين بلقي الدواء، كيف بأمن مازوت للمستشفى، كيف بدعم المدرسة الرسمية، كيف بأمن الأمن بالإحياء، في حاجة لموضوع معين كيف بنتساعد، يعني سيارة ماشية وبلا شوفير. حلا أنه نحن على مستوى المناطق فعاليات وأحزاب وإدارات محلية وبلديات ننسى كل خلافاتنا ونجتمع حول هالشيء الكتير مهم يلي هو إدارة الأزمة. الله يخليكم، جروب واتساب وإدارة الأزمة. أنا اسمي خديجة حمادي وأنا من مؤسسين مبادرة سوا. أنا وخمسة من زملائي كمان صحفيين شباب قررنا أنه نعمل جروب على واتساب نسميه صواب، نتحقق من الأخبار الكاذبة اللي بتنتشر خاصة على جروبات العيلة والجروبات الإخبارية اللي هي كتير دارجة بلبنان. نحن كل يوم الصبح بنفيق بنشوف نبلش نعمل سكانينج لشو عم يكون عم ينعمل ترند بالاخبار الزائف، يعني بنفتح جروبات الواتساب الاخباريه، بنفتح وسائل التواصل الاجتماعي، بنشوف شو عم ينحكي على البيجز، بنشوف رفقاتنا شو عم يحكوا الناس بالشارع، شو عم يحكوا رفقاتنا عيالنا، بنشوف شو هن اكثر الاخبار اللي بنحس انه بنشك فيها، بناخذها بنصلحها بنعملها فاكت تشيكينج، بنلحق المصدر الاساسي نتاكد منه ونرجع ننشرها على جروب ثواب، وبيقدر اي حدا ينضم لهيدي المجموعه بانه يعمل سكان لكود ودغري تلقائيا بفوت على هيدي الجروب. طريقه ثانيه انه يعملنا فولو على انستغرام وين نحن بنحط
الاخبار اللي صلحناها بنحطها على انستغرام. فاللي بيجي يفوت على الانستغرام بيج تاعينا بيلاقي بالبايو في لينك، هذا اللينك كمان بياخذكم على جروب الواتساب تاعونا. والانستغرام بيج تاعيتنا في عنا اخبار، يمكن هي اخبار زائفه عن مشاهير الناس عاده بتصدقها، نحن نتاكد منها. بيقدر اي حدا عنده اي استفسار، اي خبر شاكك بامره، اي معلومه وصلته بشك انه هي مظبوطة او مش مظبوطة، اذا هي فيك او منا فيك، بيقدر كمان يتواصل معنا على الانستغرام بيج او على الواتساب بيج، ونحن بنصلح هذا الخبر وبنرجع بنبعث له اياه. واهم شيء نحن بدنا اياه من صواب انه العالم يكون في عندها هذا التفكير النقدي، يعني يصير في بالمجتمع اللبناني في هذا التفكير النقدي، والعالم مش دغري بتنشر اي معلومة بتوصلها، بس توصل المعلومة تطلع فيها تتأكد منها بعدين تنشرها. وفي شيء دائما نحن بنقوله انه اوقات الحدا اللي عم ينشر هيدا الاخبار الزائفه ما عنده اي نوايا عاطله، بالعكس يمكن حدا عم بيحاول يوعي رفقاته، اهله، الناس اللي بحبها، الناس اللي بخاف عليها، فبيصير يبعث لهم مثل وقت كورونا. كثير عالم تبعث لبعضهم انتبهوا من هيدا الشيء، انتبهوا من هيدا الشيء، بفكروا انه هن عم بيساعدوا الشخص بس بيكونوا عم بيضروه، لانه ما تاكدوا من المعلومات، يمكن كثير منا بيكونوا فيك. وانا بدعيكم تنضموا لجروب الواتساب تاعونا وتتابعوا اخبارنا على انستغرام.